بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الإمام القاضي علي ابن علي ابن محمد ابن أبي العز الدمشقي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا أما بعد فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم. أصول الدين يعني العقيدة، أصول الدين هي العقيدة بأبوابها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وما يتبع ذلك من الأبواب والمباحث العظيمة. نعم. فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. لا شك أن أصول الدين هي أشرف العلوم، لأنها عقيدة التي يبنى عليها الدين، يبنى عليها العبادات. العقيدة هي الأساس، لذلك يهتمون بها ويسمونها الفقه الأكبر. أما الفقه في الأحكام الفرعية، هذا يسمى الفقه، ولا يقال الأكبر. أما الأكبر فهو الفقه في العقيدة، الفقه في معرفة العقيدة وأبوابها، هذا هو الفقه الأكبر. نعم. إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. نعم، الفقه فقهان. الفقه هو الفهم في اللغة، هو الفهم، وأما في الاصطلاح فالفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. وهو فقه الأحكام الشرعية والعبادات والمعاملات وأحكام الحدود وأحكام الديات والقصاص والأحكام الجنايات، أحكام الجنايات. فالفقه على درجتين: فقه أكبر وهو فقه العقيدة، وفقه الفروع هذا بعد الفقه الأكبر، وهو تفصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. نعم. وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. نعم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله له كتاب الفقه الأكبر، يعني العقيدة، سماها الفقه الأكبر، لأن فقه الفروع هذا بعده. نعم. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، حاجة العباد إلى معرفة العقيدة
الصحيحة فوق كل حاجة، لأنها يبنى عليها الدين كله، ولا يصح دين بدون صحة العقيدة. نعم. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. نعم، هي ضرورة. تعلم العقيدة أمر ضروري لا يسع أحدا أن يجهله وهو مسلم. أما فقه الفروع فما يتعلق بالعبادات من صلاة وصيام، من صلاة وزكاة وصيام وحج، فهذا يأتي بعد الفقه الأكبر، فقه العبادات وفقه المعاملات. يأتي بعد فقه العبادات فقه المعاملات، ويأتي بعد فقه المعاملات فقه الحدود والعقوبات الشرعية، فقه الحدود كحد الزنا وحد الخمر وحد إلى آخره. ثم بعده كتاب الجنايات كالقتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ وما يترتب على كل نوع من أحكام شرعية. ثم يأتي بعد فقه الجنايات بقية أبواب الفقه إلى آخره. نعم. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. تعرف ربها بماذا؟ تعرفه بآياته ومخلوقاته، وتعرفه سبحانه بأسمائه وصفاته. فأول ما يجب على الإنسان معرفة ربه عز وجل، معرفة ربه بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك أبواب العقيدة من الجهاد في سبيل الله، ومن طاعة ولي الأمر، ومن هذا كله تابع. والجهاد في سبيل الله جهاد الكفار والمنافقين، وجهاد المرتدين جهاد في سبيل الله لحماية هذا الدين من العبث. نعم. لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. تعرفه بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني عرف وعمل، عرف معانيها وعمل بها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد بإحصائها أن يعدها، وإنما المراد بإحصائها أن يعرف معانيها وأن يعبد الله بها ويتقرب إليه بها. ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها. نعم. بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون أحب إليها إلى النفس مما سواه. فالله جل وعلا أحب إلى العبد من كل شيء. ثم بعد محبة الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة إخوانه من النبيين والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. ويكون سعيها
فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. يكون سعي النفوس إلى ما يقربها إلى الله عز وجل، وترك ما يبعدها عنه دون سائر خلقه. هذا هو الأصل الذي تبنى عليه الملة. ما إنسان يجهل أبواب العقيدة ويجهل العقيدة، هذا لا يكون عنده إلمام في أمر دينه وعبادته حتى يتعلم العقيدة، ولو على سبيل الاختصار. وأما سبيل التطويل فهذا للمتخصصين من أهل العلم، لكن على سبيل الاختصار هذا لا يسع أحدا من المسلمين أن يجهله. نعم. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. من المحال، المستحيل يعني، الممتنع، أن تعرف العقول ربها، أن تعرفه المعرفة التامة الصحيحة بدون الشرع والعلم الذي جاءت به الرسل. الرسل جاءت لتبين العقيدة للناس وتبينها وتوضحها لهم، هذا أول شيء. ثم بعده تبين لهم ما يحتاجون إليه في عباداتهم ومعاملاتهم وتآخي بينهم إلى آخره. نعم. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت العقول تعرف الله على سبيل الإجمال، تعرف أنه لا يوجد خلق بدون خالق، ولا يوجد هذا الكون بدون رب يدبره ويصرفه، لا بد له من مدبر، لا بد له من خالق. هذا مجمل، هذه معرفة مجملة، لكن تفصيلها ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: أم خلقوا من غير شيء؟ ما خلقهم أحد؟ لا. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ هم خلقوا أنفسهم؟ لا، خلقهم غيرهم وهو الله سبحانه وتعالى. فالخلق يدل على الخالق، ويدل على سبيل الإجمال على صفاته وعظمته، لكن على سبيل التفصيل لابد من الوحي المنزل على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله أرسل الرسل ليعرفوا الخلق بربهم ويدعوهم إليه ويبينوا لهم. نعم. ولم يكن لهم إلى عقولهم وفطرهم فقط. نعم. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين. نعم. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم، لما كان ليس بمقدور العقول إدراك الرب سبحانه بأسمائه وصفاته وعظمته وما يجب له، ما تدركه العقول، هذا أرسل الرسل تبينه للناس، توضحه للناس. نعم. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم يبينون للناس حق الله سبحانه وتعالى عليهم، وما يجب له عليهم من عبادته وتعظيمه وامتثال أوامره، ترك نواهيه. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله قام الحجة على العباد بإرسال الرسل لتبين لهم. كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم.
ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. لمن أجاب الرسل يبشرونه بالجنة والسعادة، ومن خالفهم يبشرونه بالنار والعذاب، لأجل إقامة الحجة على الناس، لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، الله على كل شيء قدير. نعم. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه. أول ما تدعو الرسل تدعو إلى عبادة الله، أول ما تدعوهم إلى عبادة الله له لا شريك له. كل رسول يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويبينون لهم ذلك ويفصلونه لهم. نعم. وجعل لذلك يجب على الدعاة الذين ينتسبون إلى الدعوة إذا كانوا صادقين، يجب عليهم أن يبدأوا ببيان العقيدة الصحيحة وبيان ما يخالفها ويضادها من الشرك بالله ومن الكفر ومن، أما أنهم يدعون الناس إلى محاسن الأخلاق وحسن المعاملات هذا ما يكفي. أول شيء يبينون لهم ما بينهم وبين الله من الاعتقاد بحق الله سبحانه وعظمته وجلاله وما يجب له وما يليق به وما ينفى عنه، هذا هو أول شيء يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا أول شيء. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما أرسله إلى الحصن لما أرسله لفتح الحصن في غزوته عليه الصلاة والسلام لليهود، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. تدعوهم إلى الإسلام، كل يقول أنا على الإسلام، كل يقول أنا على الإسلام، لكن لما إذا شرحت لهم الإسلام ما هو، كل عرف إن كان مصيبا أو كان مخطئا. فما يكفي أنك تدعوهم إلى الإسلام أو أنك تمدح الإسلام وأنه دين الرحمة ودين العدل ودين ودين وتمدح، هذا ما يكفي. بيّن لهم ما هو الإسلام، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. نعم. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. نعم. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم يبينون للناس ما يجب عليهم من حق الله تعالى ويوضحونه لهم ويبينون لهم دين الإسلام وأركانه وواجباته وشرائعه، هذه الدعوة الصحيحة. أما مدح الإسلام والثناء على كل يقول أنا مسلم وهو ليس بمسلم، ما كل من قال أنا مسلم يكون مسلما إلا إذا كان على المنهج الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خالفه فليس بمسلم ولو قال أنا مسلم. نعم. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته
المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. نعم، إذا عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وما يجب له من العبادة على خلقه، إنهم يعرفون الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو دين الإسلام. دين الإسلام هو الموصل إلى الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فدين الإسلام هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل، وما عداه فهي طرق ضلال، كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه، خط صلى الله عليه وسلم خطا معتدلا، ثم خط على جنباته خطوطا أخرى، فقال للخط المستقيم المعتدل: هذا سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال عن هذه الطرق التي على جوانبه: وهذه طرق، على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. طريق الله واحدة، هي دين الإسلام، هي الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الشريعة الإسلامية، هذا هو الذي يوصل إلى الله عز وجل، وليس الدعاوى بمفيدة ولا نافعة بدون حقيقة. نعم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. نعم، أعرف الناس هم الذين يعرفون الطريق الموصل إلى الله، ما هو من بين الطرق التي توصل إلى النار، لأن هناك طرق توصل إلى النار. الطريق الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الطريق الذي أمرنا الله باتباعه، وأما الطرق التي عن يمينه وشماله فهذه طرق شيطانية، الشياطين يريدون أن يحرفوا الناس عن هذا الطريق، يريدون أن يحرفوا الناس عن هذا الطريق الصحيح وعن هذا الصراط المستقيم. شياطين الإنس والجن، ترى ما هم شياطين الجن فقط، شياطين الإنس أشد، وهم دعاة الضلال الذين يدعون إلى الشرك وإلى عبادة غير الله وإلى تعظيم الأولياء والصالحين بالتمسح بقبورهم وأضرحتهم، وهؤلاء يدعون الناس إلى جهنم. أما الصراط المستقيم هو الطريق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الموصل إلى الجنة. ولهذا في سورة الفاتحة قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. شوف، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الصراط المستقيم التي تسأل الله أن يهديك له، أن يهديك له، أن يدلك عليه، أن يثبتك عليه في كل ركعة من صلاتك، فريضة أو نافلة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هناك صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، وكل من عرف الله ولم يطعه، وكل من عرف الحق ولم يتبعه فهذا مغضوب عليه، لأن عنده علم ولم يعمل به. ولا الضالين، وهم النصارى ومن تشبه بهم ممن يعبد الله على جهل وضلال على غير طريق صحيح. فأنت تستعيذ بالله من طريق المغضوب عليهم، وهم من عندهم علم لا يعملون به،
ومن الضالين وهم من يعبدون الله على غير علم وعلى جهل وضلال. تفهم هذه السورة العظيمة ولماذا فرضها الله عليك في كل ركعة من صلاتك. وفيها هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. نعم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح سماه الله روح لأنه تحيا به القلوب، تحيا به القلوب. أما الروح التي هي تحيا بها الأبدان فهذه يشترك فيها كل مسلم وكل كافر، لكن الروح الصحيحة هي روح الوحي، روح القلب، حياة القلب وليس حياة الجسم، حياة القلب، هذه هي الروح الصحيحة الحقيقية. فمن كان قلبه حيا فهذا له الحياة الكاملة يوم القيامة، ومن كان قلبه ميتا فهذا مع الكفار والمنافقين وأعداء الله ورسوله وهو من أهل النار. نعم. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. حياة القلب، حياة القلب هي الحياة الحقيقية، أما حياة البدن فهي حياة بهيمية ليست حياة حقيقية، حياة بهيمية مثل الكلاب والقرود والسباع حية، لكن حياة حيوان، حياة حيوان. نعم. ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه ونورا لتوقف الهداية عليه. نعم. وسمى الله ما أوحاه إلى رسوله نورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نعم، نور. نعم. فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح الهداية، هداية القلب، على من يشاء من عباده، اختصهم بهداية قلوبهم. يلقي الروح من أمره، من وحيه وتنزيله. نعم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كذلك أوحينا إليك روحا، هو القرآن، سماه الله روحا لأنه تحيا به القلوب، تحيا به القلوب، تبصر به القلوب، وهو الروح الحقيقية لا الروح البهيمية. نعم. روحا من أمرنا، من أمرنا. نعم. ما كنت من شرعنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله يعرف الكتاب، ما أنزل عليه كتاب ولا على قومه، ما أنزل الله على العرب كتاب، الكتب عند اليهود والنصارى، وأما العرب فليس عندهم كتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه القرآن والسنة. نعم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جعلنا هذا القرآن نورا، روح ونور. نعم. نهدي به من نشاء، يختص الله بذلك من يصلح للهداية. نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي يعني تدل وترشد. الهداية على قسمين: هداية توفيق وهذه بيد الله سبحانه وتعالى، وهداية بيان وإرشاد وهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن اقتدى به من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، يهدون يعني يدعون
ويبينون ويرشدون. نعم، هداية دلالة، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الرسول يملك هداية الدلالة والإرشاد، ولا يملك هداية التوفيق، هذه بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه يدعو إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفها ويدل عليها. نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أضافه إلى نفسه، صراط الله، إضافة تشريف، ولأنه الصراط الموصل إليه سبحانه وتعالى. نعم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. نعم. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول. لا روح للقلب، يعني لا روح للقلب إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الروح البدنية هذه تحصل بالأكل والشرب والطعام وغير ذلك، ما هي روح بهيمية، ما هي روح. نعم، مثل البهائم. نعم. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. لا نور إلا في الإسلام، نور القلب، نور القلوب، هذا لا يكون إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم. وهو الشفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين، يعني القرآن، للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى يهديهم إلى الطريق الصحيح، وشفاء من أمراض الشك والريب وعمى القلوب، يشفي به الله القلوب من عماها ومن ضلالها ومن انحرافها، شفاء. نعم، هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، ما يسمعون، ما يسمعون سماع قبول، ولا هم يسمعون الأصوات ويسمعون، لكن سماع القبول لا، ما يسمعون، ما يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، وهو عليهم، أي القرآن، عمى، ما يستفيدون منه والعياذ بالله. نعم. وهو الشفاء، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى يهديهم الطريق الصحيح، وشفاء من أمراض الشكوك والأوهام والشهوات والشبهات. نعم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون. عندك المؤمنين ولا لا؟ عندي المؤمنين يا شيخ، يعني خبر كان، خبر كان، لا بس. نعم. لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين، المنتفع اسم كان، والمؤمنين خبر كان. نعم. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. نعم. هو للذين آمنوا، شوف، للذين آمنوا هدى وشفاء، هو هدى وشفاء لكل الناس، لكن المؤمنون انتفعوا به، وأما الكفار فلم ينتفعوا به. نعم. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالله أرسل رسوله بالأمرين، بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به.
لا هدى إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي يقولون قواعد المنطق وعلم الكلام هذا ما يهدي أحدا، الذي يهدي هو الوحي المنزل على النبي المرسل عليه الصلاة والسلام. أما قواعد المنطق وعلم الكلام هذا ما يهدي أحد بل يضل. نعم. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب على كل أحد، كل عاقل يجب عليه. أما كونه عاد يقبل أو ما يقبل هذا شيء آخر، لكن هو واجب عليه ولو ما قبل. نعم. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. على كل أحد إيمانا عاما مجملا، حتى العوام وحتى الجهال مجمل يؤمنون إيمانا مجملا، أما أهل العلم وأهل البصيرة فيؤمنون إيمانا مفصلا. نعم. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية. فرض على الكفاية، على من يستطيع من العلماء وأهل البصيرة، ثم هم يبينون للناس، العلماء يبينون للناس ويدعون إلى الله. نعم. فإن ذلك في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. نعم. وعلم الكتاب والحكمة. القرآن ما أنزل ليجعل حجبا وخروزا ورقا وتمائم كما يفعلها المحرومون، إنما القرآن أنزل للتعلمه والعمل به والاهتداء بهديه. نعم. فإن ذلك في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر، والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. نعم. الدعوة العامة يجب على كل مسلم أنه يدعو الناس إلى الله عز وجل ويراغبهم في دين الإسلام على سبيل الإجمال، وأما التفصيل والبيان المفصل فهذا إلى العلماء، يعني هم اللي يعرفون هذا الأمر، وكل عليه واجب، حتى العوام عليهم واجب الدعوة إلى الله، يعني يبينوا للناس ويأمروهم بالصلاة بالزكاة، الأمور الواضحة يأمرون بها. نعم. وأما ما يجب على أعيانهم فهو يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن هذا. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. نعم. الذي يقدر على تعلم العلم تفهم العلم يجب عليه، وأما اللي ما عنده استطاعة ولا استعداد لهذا يكفيه الإيمان المجمل، يكفيه الإيمان المجمل بالله عز وجل، وإقامة الصلاة والزكاة والصيام والحج وأركان الإسلام حسب ما يقدر عليه. نعم. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. نعم. من بلغه لأنذركم به، ومن بلغ القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، ومن بلغ يعني بلغه هذا القرآن. فالناس يختلفون، منهم من يفهم هذا القرآن ويتعلم، ومنهم من يؤمن به ويعمل به في الجملة، يعمل به في الجملة، وهم العوام. نعم. ويجب على المفتي
والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. نعم، يتفاوت الوجوب بحسب مقدرة الناس، يجب على العالم ما لا يجب على العامي، يجب على السلطان اللي بيده سلطة ما لا يجب على سائر الناس، لأنه يقدر أنه يأمر وينهى ويعاقب للسلطة التي معه. نعم. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك، وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. نعم، فهو الذي قصر وفرط وتكاسل، وإلا القرآن هداية ونور وبرهان، وكل يأخذ من هذا القرآن بقدر ما آتاه الله من الفهم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا القرآن مثل الماء، هنا وادي يأخذ من كثير، وهنا وادي يأخذ شوي على قدره. نعم. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل. فإما يأتينكم مني، وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق. يكفي نقف عند هذا، وينبغي. سم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة صحيحة وهي: الله سبحانه وتعالى ما رأيناه لكننا بالعقل قد عرفناه؟ نعم، معناها صحيح، ما أحد يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ولهذا لما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني في هذه الدنيا، لأن ما يقدر أحد أن يرى الله سبحانه، لكن في الآخرة يجعل الله في المؤمنين قوة، يعطيهم قوة يستطيعون أن يروا الله عيانا بأبصارهم في الجنة. أما هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله. لما تجلى قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار الجبل الأصم صار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى. خر موسى صاعقا، موسى أصابه الغشي من هذا المشهد العظيم، أصابه الغشي، خر مغشيا عليه. فلما أفاق ذهب عنه الغشي، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يقال بأن من العقيدة ما هو أصول وما هو فروع؟ لا، العقيدة كلها أصول، العقيدة كلها أصول، الفروع فروع العملية الفقهية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله عز وجل: لكن يمكن يقال من العقيدة ما هو أصل، ومنها ما هو فرع على الأصل، يمكن أن يقبل هذا، أما إطلاق الفروع على العقيدة لا، العقيدة كلها أصول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، هل المراد بذلك مشرك العرب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المراد بذلك العرب، ما أنزل الله عليهم كتاب إلا لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن عليه، أنزل عليه القرآن بلسان عربي مبين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين المرجئة وبين مرجئة الفقهاء؟
نعم في فرق بين المرجئة المطلق هؤلاء أهل ضلال، أما مرجئة الفقهاء عندهم خطأ لكن ما هم ضالون، عندهم خطأ في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقسم العقيدة إلى أصول وفروع ثم يقول إن أهل السنة يتفقون في أصول العقيدة ويختلفون في فروعها. من هو هذا القائل؟ بالله بينه لنا، من هو هذا القائل اللي يتطفل على العقيدة ويقسمها من عنده؟ ما سمعنا أحد يقول هذا من العلماء المعتبرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هي أقسام التوحيد؟ هل هي أقسام ثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أم أن هناك أقساما أخرى؟ ليس هناك أقسام أخرى، بل هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وفي الحقيقة أن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، ولكن لما حصل فيها ما حصل من الجهمية والمعتزلة من الضلال جعلوها قسما مستقلا لأجل أن يردوا عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هل كل اسم حسن عند الناس يجوز أن يسمى به الله عز وجل؟ لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رسالة الفقه الأكبر المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، هل هي ثابتة عنه؟ نعم، مشهورة عنه، وهي في التوحيد. الفقه الأكبر يعني التوحيد والعقيدة، ففيها أصول العقيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صلى بنا رجل يعتقد ما يعتقده العامة في الأولياء والصالحين من أمور تختص بالله عز وجل، فما حكم الصلاة خلف هذا؟ وهل نعيد صلاتنا إذا كنا قد صلينا خلفه؟ ما بين وشو يعتقد، وشو يعتقد، مش عقيدته. ماذا؟ يعتقد في الأولياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، هذا شرك أكبر، ولا يصلى خلفه، هو ما تصح صلاته ولا يصلى خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هل يؤخذ من ذلك أن الكافر لا يجوز رقيته بالقرآن لأنه لن ينتفع به؟ لا يرقى بالقرآن، الصحابة رقوا اللذيغ الحي الذين استضافوهم ولم يضيفوهم، وهم من المشركين، فيرقى الكافر بالقرآن، وربما يكون سببا في هدايته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم زيارة معابد الكفار والأصنام من باب السياحة فقط؟ ما حكم زيارة معابد الكفار وزيارة الأصنام من باب السياحة فقط؟ ما يجوز هذا، ما يجوز زيارتها إلا للدعوة إلى الله، دعوتهم إلى الله وبيان بطلانها، وأما من يزورها للتفرج فقط فلا يجوز هذا، لأنه ربما يقع في نفسه شيء من الزيغ أو من محبتها أو من تصديق أصحابها فيهلك والعياذ بالله، لا يجوز له، ما فيها الله، ليش يروح لها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الواجب على طالب العلم تجاه العلم الذي تعلمه وبما يبدأ في توجيه الناس؟ واجبه أن ينشر علمه ولا يدخره في صدره، يخزنه في صدره،
ولا يبينه للناس. العلم ما هو لك، العلم للناس كلهم، لكن الله حملك إياه لأجل أن تبلغه للناس، فلا بد أن تبين للناس ما علمك الله، ولا تسكت على ما عليه الناس من الخطأ وأنت عندك علم تبين لهم، هذا من كتمان العلم، ومن كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. نعم. إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح ما يقوله البعض بأن الناس إذا كانوا أهل توحيد فإنهم يدعون إلى محاسن الأخلاق ولا يذكر لهم التوحيد لأنهم قد آمنوا به؟ يعني مأمون أنهم ينحرفون ويضلون إلا تبين لهم التوحيد وتحثهم عليه وتحرصهم عليه ولو كانوا يعرفونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول سؤال من قريب من ذاك، يقول بعضهم إن الرسل إنما أرسلوا لأجل محاسن الأخلاق استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو لأتمم الأخلاق، يقول كيف الجواب عن هذا؟ أولا الحديث هذا فيه مقال تكلموا فيه، وثانيا ما دام أنه فيه مقال لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بعث لهداية الناس إلى التوحيد وإلى العقيدة، هو للأخلاق فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجب على طلبة المنح إذا انتهوا من دراستهم أن يرجعوا إلى بلادهم للدعوة إلى الله إذا كان بلدهم بلد كفر وشرك؟ نعم، واجب عليهم أن يبينوا للناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، لعل الله أن يهدي على أيديهم من يشاء له الهداية فيكون لهم الأجر، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن علم الكلام لا يهدي لشيء، السؤال: ما المراد بعلم الكلام هذا؟ المنطق، علم المنطق والجدل والمقدمات والنتائج نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تعلم علم المنطق لمعرفة مصطلحات العلماء في كتبهم، خاصة مصطلحات علماء أصول الفقه؟ هذا إذا تمكن الإنسان من العلم الصحيح، تضلع منه، فلا بأس أن يطلع على ما عند الآخرين من الشبهات ومن الأغلاط من أجل أن يبينها، أما ما دام أنه ما تمكن من العلم فإنه لا يدخل في هذه الأمور لئلا يتأثر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقرأ رقية على شخص لكي يعالجه من أمراض القلب كالشك والحسد وقسوة القلب؟ بالموعظة، يعالجه بالموعظة والتذكير بالله عز وجل، ما هو بالرقية، بالموعظة والدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل والبيان له، لأنه ربما التبس عليه شيء فيوضح له، أما الرقية ما تنفع معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن في القرآن أسرارا
لا نعلمها ولم يوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد يعلمها إلا الله؟ مآلات الأمور والعواقب لا يعلمها إلا الله، مثل ما في الجنة من النعيم وما فيها من السرور وما في النار من العقاب، لا يعلم ما حقيقة ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، من الأمور الخفية. نعم، هناك أشياء لا ندركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كذلك أسماء الله وصفاته ما نعرف كيفيتها، وإنما نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل ونعرف معانيها لكن لا نعلم كيفيتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يقول: هل هناك فرق بين الهدى ودين الحق؟ أي نعم، قلنا لكم الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف للمؤمن أن يحقق كمال الإيمان؟ يحققه إذا من الله عليه بذلك، هو ما يستطيع لكن الله يوفقه لهذا. نعم. يسأل الله أن يهدي قلبه، أن ينير بصيرته، أن يفقهه في دينه، يسأل الله ويدعوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل معرفة أنواع العبادات التي لا ينبغي أن تصرف لغير الله كالدعاء والرجاء والرهبة والذبح والنذر إلى غير ذلك، هل هذه المعرفة الواجبة هي واجبة على كل مسلم بعينه أم هي على الكفاية؟ العبادات كلها لا تصلح إلا لله عز وجل، ما فيها شيء يصلح لله وشيء يصلح لغيره، كلها لا تصلح العبادة إلا لله عز وجل بجميع أنواعها. والإنسان يعرف منها ما وفقه الله له، يجهل ما لم يتبين له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المغضوب عليهم وهم اليهود عندهم علم صحيح لكنهم لم يعملوا به؟ نعم، عندهم علم صحيح، عندهم رسل، عندهم كتب، لكن وهم علماء لكن لم يعملوا بعلمهم لطمع دنيوي أو لهوى أو لغير ذلك أو مقاصد يقصدونها. نعم، صدتهم عن قبول الحق والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يكتفى بالإيمان نطق الشهادتين فقط؟ الدخول في الإسلام، نعم، نطق الشهادتين، ثم بعد ذلك يكمل ما بعد الشهادتين من أركان الإسلام وواجباته وفرائضه وسننه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: بعض الناس يرى جواز التبرك بالعلماء والصالحين مستدلا بما ثبت من تبرك الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل استدلالهم هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبارك، ومن فصل من جسمه من عرق أو شعر أو لامس جسمه من الثياب مبارك عليه الصلاة والسلام، تبركون به، أما غيره لا، ما يتبرك به ولو كان من الصالحين ومن العلماء، ما يتبرك به. نعم، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من عرف بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم، هل يعد مشركا كافرا أم أنه يعذر بالجهل إذا كان جاهلا؟ إلى متى الجهل؟ والقرآن يتلى والدعاة إلى الله يدعون إلى الله في كل مكان، قامت الحجة وبلغت الرسالة للمشارق والمغارب، ما في أحد يجهل إلا اللي يعيشون في كهوف بعيدة أو في مجاهل ما يصل إليهم وسائل إعلام ولا يصل إليهم أحد،
هؤلاء يعتبرون من أصحاب الفترة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة ومقبولة، وهي قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. يقولون إن شاء الله يعني إني ما أكمل نفسي، ولكن الراجح والله أعلم أنه يقول أنا مؤمن ويكفي، ولا يقول إن شاء الله. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل يعتبر من العقيدة ومن أصول أهل السنة والجماعة، أم هو من الفروع؟ من أبواب العقيدة، مذكور هذا في كتب العقيدة، أن من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمور. شوف العقيدة الواسطية فيها هذا، من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل فرح الإنسان بحمد الناس له يعتبر من الرياء؟ إذا كان يتطلع إلى هذا، هذا مذموم. أما إذا كان ما يتطلع إلى هذا ولكن الناس أثنوا عليه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا من عاجل بشرى المؤمن، لا أثنوا عليه وما قصد هذا ولا تطلع إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل أحاديث الآحاد يؤخذ بها في باب العقيدة؟ نعم، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما صح وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به في العقيدة وغيرها من آحاد ومتواتر وعزيز ومشهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأطعمة التي صنعت لأجل أعياد بدعية، هل يجوز للمسلم أن يأكل منها مجرد أكل دون حضور؟ لا، ما يأكل منها، لأنها معدة لمعصية الله عز وجل، للإعانة على معصية الله، فلا يأكل منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: انتشر بين النساء في هذه الأيام رسالة جوال مفادها أن هناك وصفة لعلاج السحر، وقد أوصى بها العلماء والرقاة المعروفون، وشفي بسببها عدد من الناس، وهي عبارة عن خلطة معينة تقرأ فيها سورة ياسين وسورة البقرة ثم يتبخر بها المريض. سؤالها: هل هذا الأمر مشروع؟ لا، ليس مشروعا، ما على هذا دليل من الكتاب والسنة؟ وش الدليل على هذا من الكتاب والسنة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن مسائل الاعتقاد يجوز الاجتهاد فيها استدلالا بخلاف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة؟ لا يجوز الخلاف فيها، مسائل العقيدة لا يجوز، توقيفية، العقيدة توقيفية، لا يجوز الاختلاف فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يصاحب أهل البدع ويذهب معهم ويجيء بحجة أنه يناصحهم، فهل فعله هذا مشروع؟ إذا كان صحيح قصدها المناصحة لهم هذا طيب، لعل الله يهديهم أو يهدي من يشاء منهم. أما إذا كان يمشي معهم ويأكل ويشرب ويقول أنا نصحتهم بالأول ويكفي، فهذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان؟ نعم، الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان في القلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله جبريل عن الإيمان، قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام مرة: الإيمان 70 شعبة،
أعلاها قول لا إله إلا الله. يقول هل هناك فرق بين التعريفين؟ يا أخي حديث الإيمان لله وملائكته وكتبه ورسله هذه أركان الإيمان، أما 74 شعبة هذه خصال الإيمان، خصال الإيمان كثيرة لكن الأركان هي هذه الستة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يقول ما المقصود بهذا الحديث؟ أنه في آخر الزمان أن الإيمان ينطوي إلى المدينة، ينطوي إلى المدينة مثل الحية تدخل جحرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أعاني من سعال شديد مزمن، وأحيانا أثناء الصلاة لا أستطيع قراءة التشهد الأول أو قراءة الفاتحة إذا كنت خلف الإمام بسبب هذا الأمر، وأكمل صلاتي على هذا النحو. سؤاله هل صلاتي هذه صحيحة بهذه الطريقة؟ وإذا صلى وحده يعني يذهب عنه هذا الشيء؟ إذا صلى وحده يستطيع أنه يأتي بهذا الذي عجز عنه مع الإمام أو كله سواء؟ صلي مع الإمام يعفو الله عن الشيء الذي لا يستطيعه، يعفو الله عن الشيء الذي لا يستطيعه. نعم. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول عند بداية طالب العلم بطلبه هل يبدأ بعلم العقيدة أولا أو بماذا يبدأ؟ نعم، يبدأ بتعلم العقيدة أولا، ثم يعني يتعلم أمور أركان الإسلام، صلاة، صيام، زكاة، صيام، حج، تعلمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة بما يتعلق بالله عز وجل، فما المشروع حيال ذلك؟ يستعيذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله، يستعيذ بالله ويترك الوسوسة والتفكير، لا تهمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنا أحرص على الدعاء بما كان يدعو به الأنبياء وبما ورد في القرآن، ومن ذلك أنني أدعو بما ورد عن إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يقول سمعني شخص فقال لا تقل ومن ذريتي بل وقل وذريتي، لأن ذريتك كلهم مسلمون، فهل قوله صحيح؟ هذا ما يعرف معنى اللغة العربية، من تأتي بيانية، ومن ذريتي هذا بيان، ما هو تبعيض، تأتي تبعيضية وتأتي للبيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول هل للإنسان أن يدعو بدعاء موسى عليه الصلاة والسلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي؟ وفيك يعني لسانك من عقد مثل موسى عليه السلام؟ موسى كان فيه لثغة، فيه لثغة، فسأل الله أن يشفيه منها حتى يبين للناس الدعوة. أنت معافيك الله، لسانك ما شاء الله أطول من ذراعك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يجوز للمسلم أن يقتني التوراة أو الإنجيل ليعرف كلام الله لعبديه موسى وعيسى عليه السلام؟ يكفي أنت تحفظ القرآن وتحفظ عندك المصحف، يكفي هذا، لا يكون عندك من الكتب السابقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر أوراق من التوراة قال أفي شك يا ابن الخطاب، والله لقد جئتك بها نقية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ألا يجوز هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وقال لعمر والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالتصوف أو الصوفية
هل هو أمر محمود أم مذموم؟ مذموم. أول شيء التصوف محدث ما له أصل فيه، وثانيا أنه تطور وصل حتى إلى الإلحاد والعياذ بالله وإسقاط الواجبات، ويزعمون أنهم وصلوا إلى الله، يقولون العارف بالله وصل إلى الله، ما بحاجة إلى العمل عندهم، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أريد من فضيلتكم وفقكم الله وصية لأختي وزوجتي، لأنهما لا يريدا أن يلبسا النقاب وإنما يريدا أن يكشفا وجوههما، يقول: ما النصيحة في ذلك؟ النصيحة في ذلك أن تأخذ رسالة الشيخ ابن عثيمين في الحجاب، وتأخذ رسالة الشيخ ابن باز وتعرضها عليهما، ولعل الله يهديهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رجل يعاني من سحر، رجل يعاني من سحر، فهل يجوز له أن يحل هذا السحر بسحر مثله؟ السحر لا يجوز أن يحل السحر بالسحر، لكن يحل بالرقية وبالأدوية المباحة، كما ذكر ابن القيم، نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب النشرة من كتاب التوحيد، راجع باب النشرة من كتاب التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز الوضوء بماء زمزم والاغتسال به من الجنابة وغير ذلك؟ اي نعم، هو كسائر المياه، ماء طهور، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رجل عليه دين، وأعطاه رجل مالا لأجل الحج أو العمرة، فهل يجوز له أن يعتمر بهذا المال أو يحج به مع وجود دين عليه؟ يجوز له، ما دام تملك هذا المال فله أن يصرفه بمصالحه الدينية والدنيوية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز بناء المساجد من الأموال الربوية والبنوك الربوية؟ لا، ما يجوز هذا إلا بمال حلال، ما تعمر المساجد إلا بمال طيب. نعم.